هلو اند هاو ار يو توداي، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. انا النهارده جايه ارد على سؤال مهم جدا، ايه هي المده المطلوبه فعليا علشان خاطر اتكلم اللغه الانجليزيه؟ طبعا ده بيتوقف على اكتر من حاجه لازم بتسال نفسك فيها، هل هي متوفره عندك ولا لا. بمعنى بتتوقف على سن، طبعا تعليم اللغة الإنجليزية بالنسبة لسن الأطفال غير سن فوق 10 سنين، غير سن لو حد فوق 20 أو 30 سنة وحابب يبدأ إن هو يتعلم صح اللغة الإنجليزية ويعرف أساسياتها ويبدأ. مش غلط ولا عيب إن هو يبدأ وياخد ستيب ويشتغل على نفسه ويتأسس زيه زي أي حد، تمام. يبقى اول حاجه بتتوقف معانا هو السن. فسن الطالب ما ينفعش ان هو احدد لك ليفل معين واقول لك ده الوقت الكافي ليه علشان خاطر يتعلم اللغه الانجليزيه صح ويعرف ايه اللي مطلوب منه وياخد كورس كامل ده مدته، فهيحتاجها ليه؟ لان محتاجها مناهج، محتاجها خلال سنوات الدراسه بتاعته. طبعا السن بتاع الطفل يختلف عن سن لو حد تاني فوق 20 أو 30 سنة وحابب ان هو ياخدها كشغل. لا، انت طريقك مختلف تماما. انت دلوقتي مثلا بدل ما تبدا الاساسيات من الصفر خالص، انت هتستخدم احتياجاتك. احتياجات يعني المصطلحات، المحادثات، وكل ما تتخصص في مجالك اكتر بيبقى تركيزك، معظم تركيزك على مجالك انت. بتجيب بيبقى عندك حصيله كلمات، جمل بتبقى رائعه بالنسبه لك في السن الكبير، لانها بتنجزك، بتستخدمك في المحادثات. لو انت شخص هتسافر بتبقى محتاج كل مصطلحات السفر، لو عاوز تسال على حاجه معينه اعمل ده ازاي، اوصل للطريق ده ازاي، استخداماتي للكمبيوتر، لان دلوقتي بقت لغه العصر اصلا الانجليش، المذر لانجوج اصلا اللغه الانجليزيه، اللغه الام بتاعت الناس كلها، حتى استخدامنا للكمبيوتر بيبقى على اساسها. يبقى اذا انت متطلباتك للغه عايزه ايه بالظبط؟ فاذا السن الصغير زي ما وضحت يختلف عن السن الكبير وبيتوقف على اكتر من عامل. يبقى العامل او الفئه العمريه نمبر 1. تاني حاجه، انت فين من اللغه؟ مستواك واصل فين عشان هبدا من اول ما انا واقفه؟ مش لازم اتراجع للخلف تماما تماما، ابدا شوف انت فين. بتعمل على ده على اساس ان احنا بنعمل حاجه اسمها ليفل تيست، او بنعرف يعني اختبارات تحديد المستوى عشان نعرف كل واحد فيكم واقف في مستوى ايه بالظبط وبنكمل على اساسه. يبقى زي ما قلت الفئه العمريه، انت فين من ناحية اللغة؟ انت محتاج اللغة ليه؟ تمام؟ ده كلها حاجات بنستخدمها. اخر حاجة واهم خطوة، استجابتك. استيعابك غير استيعاب غيرك، غير استيعاب الطفل ده، غير استيعاب زميله، غير استجابتك كشخص كبير. مش شرط عشان شخص كبير تبقى استجابتك سريعة، وان انت تدخل في اكتر من فرع وكل فروع اللغة مرة واحدة طبعا هيبقى صعب بالنسبة لك. يبقى دي الحاجات اللي لازم تسأل نفسك فيها لو انت اللي هتتعلم اللغة شخص كبير. وبالنسبه لحضرتك انت كأم، انت طبعا بتقدري تقيمي ده من خبرتك وتعاملك مع طفلك، فانت اللي هتكوني متوليه امره في البوينت دي او في الجزء ده. ازاي ابني يا ترى استجابته ايه؟ لا ده عنده صعوبه في حفظ الكلمات جدا. طب لا يبقى انا كده محتاجه ان انا اخليه يركز على الجالي فونكس وتعليم الصوتيات. لا انا ابني تكوين الجمل عنده صعب جدا، ما بيعرفش يكون جمله، يبقى انا تركيزي يكون على الجرامر وتعليم الازمنه. عرفت وجهه نظري؟ فده اللي انا اقصده، ان انت بتحددي الاول يا ترى استيعابه إيه؟ خلاص احنا حددنا انا محتاجه ايه في اللغه، محدده الفئه العمريه، محدده انا عاوزاها ليه، وخلاص عملنا كمان ليفل تيست وعرفت انا ابني واقف فين، وانا لو انا اللي شخص كبير بيتعلم عرفت انا واقف فين، وخلاص هبتدي بقى يلا ونتعلم اللغه. طيب هل يختلف انا سني كطفل تحت ال 15 سنه عن فوق السن ده او فوق ال 20 سنه كاختياراتي او ايه اللي انا هدرسه في اللغه؟ طبعا مش محتاجه. طب ازاي تختلف؟ انا هقولك، لو انت سن طفلك لسه صغير في المراحل الدراسيه، بمعنى اصح كده في المراحل الدراسيه بالاخص مرحله ابتدائي كامله، احلى سن تاسسي فيه الطفل جدا جدا جدا، هتريحيه صدقيني عن اللي اتخرج فوق ال 21 سنه ولسه عاوز يستبع الخطوه دي. زي ما قلت كده، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. لا انت بتبقى فرصتك تركيزك على ايه؟ لا انت كتركيزك ان انت بتخليه ياخد الكورس كامل، لازم يتعلم جرامر، لان احنا بنبني الطفل ده او بنبني الطفل او الشخص اللي بيتعلم ده وقدامه فرصته، لان هو محتاج الماده العلميه كامله، محتاج الجرامر، محتاج الفونكس عشان يتعلم الاكسنت صح وينطق صح، محتاج يدرس المحادثات، ازاي يكتب مواضيع، ازاي يكون جمله بشكل سليم، محتاج حصيله كلمات كبيره جدا. طفلي ببنيه في اللغه، يبقى ايه اللي يخليني احرمه من اي فرع من فروع اللغه؟ ام هو محتاجها سنه
سنه محتاجها، دراسته محتاجاها، ففرصتنا. يبقى اذا السن الصغير اوعي تتخلي عن اي فرع من فروع اللغه. نصيحه اخويه بجد، دايما لما تيجي تديله كورس تاكدي ان الكورس ده، لا انا مش عايزه محادثات فقط، الا غير لو انت بقى عملتي ليفل تيست زي ما انا قلت، دي وستيب 2 دي الخطوه الثانيه، ولقيتي ان في حاجه معينه، لا ابني خلاص بقى بيرفكت في كل حاجه، بس في نقطه او نقطتين زي مثلا محادثات تكوين الجمل او الجرامر، وانا محتاجه فعلا ان انا اقويها. ساعتها انت فعلا كده بداتي صح وعرفتي ايه نواقص اللي عنده وبداتي بيها. لكن لو هو طفل وسط او لسه في حاجات كتير مش عارفها، يبقى لازم الكورس كامل تديهوله. بجد نصيحة، يبقى السن صغير استغلي سنه، أحلى سن تأسسي فيه علشان يخدم بيه المناهج العلمية بتاعته، وهيخدم بيه نفسه عن أي حد متخرج ولسه هيبدأ، هيساعد نفسه. حتى لو خد كورسات زي ما قلت، هياخد كورسات مكملة للمستوى اللي هو وصل له، هيشوف هو وقع في إيه وهيبتدي بقى يكمله، هو واثق من نفسه وعارف حصيلة كتيرة وعارف شغل كتير. تمام. طيب نيجي بقى فوق العشرين سنة، لا عادي ستيب زي ما انت، اتعلم زي ما انت. بس دايما بقولها لما بنشتغل مع الاعمار او السن ده عموما، الفئه العمريه دي، ما بيبقاش اصلا ولا عنده تايم ولا عنده، يعني ما عندوش وقت، ما عندوش. اكيد بيبقى شخص بيشتغل بس عايز يقوي اللغه عنده، دول ناس بيقابلونا كتير وبس نفسهم يتعلموا، نفسهم يطوروا شغلهم، بس الشغل بتاعهم ده عشان يتطور محتاج لغه، محتاجين يستخدموا الكمبيوتر عشان ده برضه في مجالهم، ويحسنوا شغلهم ويتطوروا ويترقوا. طبعا كلنا عارفين حاجه زي كده. او بيجيلي والله حالات وانا زوجي مسافر وعاوز فعلا يتعلم عشان يحسن من شغله بره، جوزي مسافر جاله فرصه كويسه، انا شخصيا جالي فرصه كويسه مثلا، ونفسي ان انا اقوي اللغه بتاعتي علشان خاطر اتعين في منصب كويس. اللغه بقت كل حاجه. بس طيب انا بقى اعمل ايه؟ لا اللي زي حضرتك ما ينفعش ان احنا نبدا معاه من الصفر، يلا خد فروع اللغه كامله وندرس جرامر لكن ما ارجعش بقى وابدا، انت خلقك مش هيجيب لكل ده، خلقك مش هيجيب لكل المستويات دي. عشان كده بقول مفيش مقارنه ما بين تحت ال 20 سنه وما بين فوق ال 20 سنه. لازم السن الصغير الاطفال لا ياخدوا كل فروع اللغه، لان قدامك وقت، قدامك سنين، انت مش هتاخدها مره واحده. لكن عشان كده حتى لما تيجي تعمل، حد يسالني والطفل ده يعني الكورس ياخد معاه قد ايه؟ اقول لها هل هو بيرفكت في كل حاجه وعايز محادثات فقط؟ عاوز صوتيات فقط؟ اقدر احدد لك تايم. لكن حياتك عايزه تحسنيه في كل حاجه؟ لا، ده طفل، كل ما هو شغال كل ما هيتطور، كل ما هيكبر هياخد المستويات اللي اعلى، هتقابلنا المناهج فهياخد مناهج ويتطور بيها. فما تقوعي اللي يضحك عليك ويقول لك ده 6 شهور هيبقى بيرفكت. مفيش حاجه اسمها كده، هو فعلا هيبقى بيرفكت، هما ما كتبوش، هيتشطر بس عاوز اكتر. هو بيكبر بينمو، عقليته بتكبر ولسه عاوز حصيله، وياخد يعني زي ما يكون كده بيقسم اللغه على مراحل، على عكس اللي فوق ال 20 انا عايز حاجه تنجز ويلا فيرب تو بي ويلا مضارع بسيط وامسكه كده في الازمنه. لا انا هدي لك نفس الازمنه بس جوه محادثات، جوه مواضيع. بنعمل حاجه اسمها كورس كده تحفه، ان احنا بنعمل كونفرسيشن، محادثات، بتسمع اغاني كتير، بتسمع افلام، بتتفرج على الفيلم الاول بالترجمه بتاعته، بعد كده بتعيد الفيلم مرتين، مره كمان، بعد كده مره ثالثه، مره رابعه من غير الترجمه ما تكون عليه، مره خامسه بتسمعه فقط من غير ما تبص اصلا، بيبقى تركيزك على السمع. ساعتها هتتحسن في اللغة جدا، بسماعك للأغاني، بسماعك للأفلام، تركيزك على التراجم، قراية المواضيع كاملة ومكملة كده في النص معاها وانت بتاخد الكورس، ان انت تدرس كده الجرامر مع حد يكون محترف، ان هو يلخصه لك، لان انت محتاج تلخيص عشان انت كده كده هتتكلم كويس، بس محتاج ان فرق ما بين اتكلم كويس وان انا اتكلم صح. وده اللي هيساعدك انك تدرس جرامر لكن تركيزك كله على المحادثات والسماع. منزلش، انا عايز حاجه تنجزني، حاجه لشغلي. فزي ما قلت لك، ما بين سماع الاغاني، ما بين الترجمه، ما بين قرايه الكتب، تدخل جروبات وتتكلم مع ناس، بتعمل حاجه اسمها اوبن ديسكشن، مناقشه مع بعض، الموضوع رائع. ساعتها بتاخد اهم المصطلحات بقى، بس مش هقول لك كلمات زي الطفل الصغير لازم يبقى عنده حصيله كلمات، لا انت جمل على طول، استخدم الجمل اللي انا محتاجاها في حياتي، محتاجاها في شغلي، محتاجاها في تخصصي، هتفيدني جدا. ومن هنا اقدر اقول لك ايه هي المده المحدده علشان خاطر تتعلم من اللغه الانجليزيه. واكيد انت خلاص فهمت ايه الخطوات اللي هتبقى شاطر، محدش يضحك علينا تاني واحنا رايحين كورس واقول له انا عايز اتكلم عايز اعمل، لا انت كده حددت هدفك. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده، وكل واحد عاوز يبدا حتى لو سنه كبير فوق ال 20 او فوق ال 30، حدد نقاط الضعف اللي عندك. حتى لو انت زيرو انجلش ما تقولش انا ابيض ده انا لازم ابدا انزل اخد كلمات برايمري 1 لا ابدا بمحادثات، ابدا بسماع، هتتطور احسن 100 مره من اللي جايبها من تحت
فهمت وجهة نظري، فده اللي انا بنصحكم بيه. لكن كأطفال مفيش نصيحة في الاستعجال ابدا، متستعجليش، طوري، ادي كل فروع اللغة براحتك، لسه في العمر قدامه، والمادة العلمية متقسمة على مدار السنين، فليه تضغطي نفسك؟ بيشتغل وبيتطور بقى احسن بكتير. اتمنى لو الفيديو ده عجبكم تعملوا له لايك ومشاركة، عشان في ناس كتير فعلا فعلا محتاجين يعرفوا ابدا امتى وابدا ازاي، وايه هي المدة المطلوبة مني علشان خاطر ابني يتطور في اللغة، او ايه مطلوبة مني كشخص انا نفسي اتاسس في اللغة صح، بس حاسس ان الوقت راح مني. مفيش حاجة اسمها راح، ابدا بس شوف هتبدا صح ازاي عشان تنجز اسرع. جود باي.